اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا معاكم اولى فقرتنا الحواريه مع واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر والمدير الفني الحالي لشباب النادي الاهلي مواليد 99، هو النجم الكابتن عمرو اضمر. كابتن برحب بحضرتك. اهلا بيك، ازيك يا عمر؟ عمر حضرتك ايه؟ وحشني حضرتك والله كتير يا كابتن. منور يا كابتن. إيه؟ بتلعب ولا يعني من ده على ده؟ انا مش عارف اجي بقى، خلاص المواعيد كلها. خلاص يا كابتن. 99 يا كابتن، واخدين مع حضرتك كل الوقت يا كابتن عمرو. المواعيد عندنا التمرين بعد الظهر طبعا، وحتى الايام اللي هي طبعا عشان انت عارف احنا فتره اعداد، فالتمرين صبح وبعد الظهر، فما فيش وقت الواحد يجي يشم نفسه معاكم شويه يعني. طب يا كابتن، عايز اعرف من حضرتك اكتر، فريق 99 دلوقتي هو الفريق الشباب اللي بيدعم الفريق الاول بعد ما تم الغاء مواليد 97 و98. النهارده كان عندكم مباراه مهمه جدا مع فريق سيراميكا كليوباترا، كسبتوا 2-1 في تجارب وديه بتطمن بيها حضرتك على الفريق وبتحضر للموسم الجديد. فانا عايز اعرف من حضرتك بقى الاستعدادات وبدات الموسم ازاي والخطه المستقبليه علشان حضرتك تكمل مع فريق الشباب وايضا تدعيم الفريق الاول. والله بص، احنا يعني احنا بدانا يمكن من شهر، اقل من شهر، احنا بدانا بالظبط 3/8 تمام. كانت فتره اعداد، يمكن احنا بدانا متاخر شويه لان كان ما عندناش ميعاد لا للمسابقه ولا أفريقيا. للبطوله ولا لا ما كانش عندنا ميعاد للمسابقه، فكناش عارفين نبدا امتى يعني. فلما الامور ابتدت تظهر شويه وابتدى الاتحاد يعني يخاطب النادي ويبعت له مواعيد، فابتدينا بالظبط بدانا 3/8. النهارده احنا 1/9 يعني، عملنا فتره اعداد مضغوطه شويه لان طبعا الوقت كان ضيق، لان احنا اول اعلان جالنا من اتحاد الكوره عن بدء المسابقه كانت المفروض يوم 25/8، فكان الوقت ضيق جدا ان انت لعيبه يعني واخده راحه سلبيه من شهر 4 تقريبا، داخلين في 3 شهور، فكان الوقت ضيق جدا ان انت تشتغل حوالي 21 يوم او 22 يوم قبل بطوله الدوري. حصل كلام اتاجلت ل1/9 وبعد كده اتاجلت ل15/9، فده الحمد لله ادانا فرصه شويه ان احنا نطول فتره الاعداد. فيمكن حتى انا في البرنامج بتاعي وفي الجدول بتاعي كنت ابتديت احط ماتشات وديه من بدري على اساس ان احنا هنلعب يوم 1/9، ما كناش هنلعب 15/9. فدخلنا النهارده يعني كانت مباراه سيراميكا، دي كانت المباراه الخامسه، عملنا مباراتين كده مع فرقتين يعني مش عايز اقول قليلين يعني، فرقتين خفاف شويه، لان كان الحمل البدني كان اعلى شويه على اللعيبه. حتى احنا اعتمدنا في المباراتين الاولانيين دول ان احنا بنلعب اشواط 45 دقيقه 45 دقيقه عشان الناس كلها تتشاف، الناس كلها تلعب، الناس كلها تاخد فرص، تقدر تحكم على اللعيبه اللي موجوده عندك، بحيث ان انت مع نهايه المباريات الوديه ان شاء الله تكون حطيت ايدك بقى على القوام الاساسي بتاع الفريق بالاحتياطي بتاعه بالناس اللي هي ممكن تبقى جواكر اللي انت تقدر تستعين بيها في اكتر من مركز. لان انا يمكن عندي مشكله شويه في الفرقه ان العدد قليل شويه يعني، كل اللعيبه اللي عندي لو 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 على بتوع 99 بس اللي هم اللي موجودين عندي حوالي 17 لعيب او 18 لعيب بستعين يعني. انا دلوقتي واخد 6 لعيبه من مواليد 2000 مكمل بيهم الفريق، والحمد لله يعني عاملين توليفه كويسه ما بين ال 99 وال 2000. اللعيبه عندها حافز وعندها دافع، كل واحد بيحاول يطلع يعني افضل ما عنده، وفي الاخر ان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه لينا وللنادي وللفرقه ان شاء الله باذن الله. كابتن عمرو، عايز اسال حضرتك عده اسئله، والبدايه من مواليد 97 98. هل حضرتك شايف ان القرار الغاء المسابقه او الغاء المواليد دي هل هو ظالم ولا ده قرار طبيعي وفقا للاحتياجات السنيه والمنتخبات الوطنيه الموجوده في هذه الاعمار؟ ما انت لو بتحسبها للمنتخبات الوطنيه، طب ما 97 ليه منتخب؟ تمام. طب تلغي ليه المسابقه بتاعت 97؟ يعني القرار ظالم. انا شايفه مش موضوع ظالم ومش ظالم، انا شايفه مش صح. انا بتكلم ظالم للعيبه الولاد الصغيره. طبعا يعني ليه انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك على حاجه. الناس اصل النغمه اللي دايره دلوقتي يعني ايه لعيب وصل 23 سنه ما لعبش فريق اول؟ يعني الكلام ده كان زمان. الكلام ده كان زمان لما كانت الانديه كلها بتعتمد على قطاع الناشئين او على قطاع الشباب اللي عندها. ما كانش فيه السوق المفتوح بتاع الانتقالات، ما كانش فيه السوق اللي هو البيع والشراء وان انت تقدر تجيب لعيب في اي وقت. الكلام ده كنت هقول لك عليه منطقي 100%. انما النهارده انا عندي سببين او عندي اعتراضين ان المسابقه دي تتلغي. نمره واحد، ان انت ما بقاش عندك يعني ما بقاش عندك الاعتماد الكامل على القطاع عشان انت تقول اللعيب اللي وصل 23 سنه ما لعبش درجه اولى يبقى ده ما ينفعش. بدليل ان انت النهارده النادي الاهلي بس لوحده السنه اللي فاتت
طالع من عنده يمكن 12 لعيب او 14 لعيب اعارات كلهم 97 و98. يعني عندك لعيبه 90 يا كابتن عمار حمدي كمان. يعني انا بكلمك، لا معمار خلاص موجود دلوقتي، من ضمن انا بتكلم على اللي اتلغى. تمام يا كابتن، انت فاهم قصدي؟ تمام. فانت النهارده لو اللعيبه دي ما تستحقش انها تلعب، ما كانش النادي الاهلي لوحده هيطلع 12 13 لعيب. صح. فده نمره واحد. نمره اثنين، انت النهارده عندك منتخب، عندك مسابقه للمنتخب في امم افريقيا في نهايه السنه، وفي عندك اذا ربنا وفقك هتلعب اولمبياد السنه اللي جايه 2020. بالظبط. ما تقولش ان انا معتمد على اللعيبه اللي بتلعب فريق اول واللعيبه اللي بتلعب في الدرجه الاولى وهم دول قوام المنتخب وهم وهم وهم. المسابقه دي اولا كانت مسابقه قويه جدا، ما هياش مسابقه ضعيفه، فيها لعيبه كويسه جدا على مستوى الانديه. ممكن انت النهارده كجهاز فني يظهر لك على، يعني شوف اضعف الايمان، ممكن يظهر لك واحد كويس، ممكن يظهر لك اثنين كويسين زائد اللعيبه اللي هي بتلعب في الدوري الممتاز، هتعمل برضه هيبقى عندك منتخب قوي. انت عندك منتخب قوي والناس كلها شايفه ان الجيل بتاع 97 ده جيل قوي، يعني مش جيل من الاجيال الكوره اللي هي زي ما بتيجي زي ما بتمشي، لا جيل قوي فيه لعيبه مميزه كتير. فانت النهارده ايه المشكله؟ المسابقه موجوده، اللي هيلعب فريق اول هيلعب، اللي مش هيلعب فريق اول اهو موجود في النادي مش هيمشي. يعني النهارده معظم اللعيبه اللي مشيت من الانديه بتدور على انديه تلعب فيها، عشان كده بقول لسبب بسيط جدا. خلي بالك لسبب بسيط جدا، لان احنا عندنا هنا في مصر نغمه، يعني انا مش لاقي لها لفظ الحقيقه، اللي هي نغمه ايه؟ اصل ده، لا اصل ده لعيب دوري ممتاز، اصل انا اجيب خبرات. يعني حتى اتحاد الكره النهارده لما خد القرار في الاول قال 25 لعيب وخمسه من 97 اجباري، على اساس ان كل فرقه يبقى فيها خمس لعيبه يلعبوا بقى ما يلعبوش بس متواجدين مع الفريق الاول. ده اتلغى. كلام حضرتك اللي بتقوله دلوقتي ده يا كابتن، انا حاسس ان هو اللي غيره وجود كابتن عمرو في السعوديه، وان هو مسك فريق كبير زي اتحاد جده، فبدا الافكار ان هي تتغير. كابتن عمرو لما شاف السعوديه دوري قوي وطبعا دوري ممتع، وشاف بعد كده الدوريات في مصر او القوانين في مصر، فواضح ان حضرتك بقى عندك يعني استغراب شويه للي بيحصل. فعشان كده حضرتك بتقولي دلوقتي لعيب دوري ممتاز ولعيب مش دوري ممتاز. لا ده دي النغمه دي هنا، انا عايز اعرف يا كابتن ليه، زي ما هو في مدرب يشتغل في الدوري الممتاز ومدرب يشتغل ممتاز بيه ومدرب يشتغل درجه ثانيه، هو معلش يعني انا كابتن عمرو عشان خاطر اوضح للناس الساده المشاهدين، قول عشان حضرتك راجل دربت في اتحاد جده. طبعا. صح يا كابتن، حضرتك مسكت اتحاد جده مرتين. ما انا بقول لحضرتك حضرتك مسكت اتحاد جده، من اكبر الانديه اللي موجوده في السعوديه، نادي العميد زي ما بيقولوا. بالزبط. يعني واحد لعب له كهربا ولعب له كابتن عماد متعب في وقت من الاوقات، واسلام طبعا. عشان كده كابتن بقول لحضرتك وحسني عبد ربه، يعني لا في لعيبه خبرات كبيره جدا موجوده. والطبيعي ان كابتن عمرو انور لما قرر ان هو يترك الدوري السعودي، يعني فكر بقى، قال ان انا اكيد هيجي لي عروض في مصر. صح يا كابتن عمرو؟ لا ما فكرتش، انا حلمت بقى. حلمت. طب ليه يا كابتن ما بتحققش ده في مصر؟ يعني ليه كابتن عمرو انور بالتجربه اللي ما فيش حد في مصر عملها غير يا ناس، يعني يا دوبك ناس معدوده على الصوابع، ليه كابتن عمرو ما يبقاش موجود في فريق الدوري المصري الممتاز؟ زيها زي فكره اللعيب دوري ممتاز واللعيب مش دوري ممتاز؟ ما انا قلت لك هي دي الفكره. اصل ده اشتغل دوري ممتاز، ده ما اشتغلش، ده يشتغل هنا وده ما يشتغلش هنا، هي كده. هي الدنيا ماشيه كده هنا في مصر. زائد بقى انت خش بقى في قصه الوكاله ومش الوكاله وعلاقتك بمين ومين اللي يشغلك ومين. هو النهارده في مدرب بيشتغل عشان هو كويس؟ معلش انا مع احترامي، يعني انت النهارده قوه الوكيل اللي معاك ايه؟ هو اللي هيجيبك هنا ويحطك هنا ويوديك هنا. هي الكوره بقت في مصر كده. انا وجهه نظري كده. ما حدش بيشتغل عشان هو كويس، وما حدش بيقعد في البيت عشان هو وحش. صح يا كابتن. انا ده الملخص بتاع الموضوع يعني. انما انت علاقتك ايه؟ النقطه برضو اللي انا بكلمك فيها دي، عشان برضو ما يبقاش احنا حاصرينها في موضوع الوكاله بس. انما المبدا حتى بتاع مجالس الادارات وبتاع الانديه هو اللي انا بقول لك عليه ده. انا عايز اجيب واحد خبرات، انا عايز اجيب واحد يشتغل دوري ممتاز، انا عايز اجيب مش عارف ايه، واحد بيحلل كويس. دي قصه تانية بقى. انما الناس لو فكرت، يعني انا هدي لك امثله معلش يعني، ما والناس عايزه تقتنع بالكلام تقتنع، اللي مش عايزه انا مقتنع باللي انا بقوله. النهارده انت بتكلمني على كابتن حسن شحاته، افضل مدرب في تاريخ منتخبات مصر بالبطولات. صح. اللي عملها كابتن حسن شحاته كمدرب درجه ثانيه، ولا انا غلطان؟ لا طبعا. كان يعني صعد المقاولين وصعد الشرقيه وصعد مش عارف، اخذ السوبر من مظبوط مظبوط. لا يعني لما اشتغل في التدريب كان ايه؟ بس لما خد الفرصه اثبت وجوده، ان ده كابتن حسن شحاته عمل واحد واثنين وثلاثه. صح طبعا يا كابتن، ما حدش ابدا يختلف. مظبوط. كابتن ايهاب جلال
لما مسك المقاصة، قبل ما يمسك المقاصة كان ماسك تليفونات بني سويف، كان ماسك انا هقول لك، انا اصل ايهاب صديق شخصي ليا، وانا يعني علاقه بيه، ما انا بقول لك علاقتي بايهاب من واحنا صغيرين واحنا مع بعض، يعني جيران، وكنا مع بعض ومنتخب شباب مع بعض، يعني انا اعرف ايهاب كويس. اخذ الفرصه انطلق بالظبط، هي دي الفكره، ادي الناس فرص، اللي ينجح يكمل، اللي ما ينجحش ما يكملش، مش هي اصل هي ما هياش مش 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 حاجه كبيره، بدليل ان انت النهارده حتى الناس القدام، الناس الكبار، الناس اللي هم بتوع الدوري الممتاز اللي انتوا بتجيبوهم، ما انتوا بتمشوه. طيب راي حضرتك ان في موضوع، عشان عايز ارجع تاني ل 99 بسرعه، هل حضرتك شايف ان يتم تطبيق قرار على المدربين مش على يعني على الانديه مش على المدربين؟ عشان كان الاول قال لك ان الانديه، ان المدربين ما حدش يدرب فريقين في موسم واحد، لكن الانديه ممكن يدربها اي عدد من المدربين، فهل حضرتك يتم التطبيق على الانديه يمنع المدربين ان هي تتعاقد مع اكتر من مدرب في الموسم؟ ده ممكن يا كابتن يحجم الموضوع، ممكن يدي فرص للمدربين الشباب اللي بيوصلوا لحد سن 60 سنه، ونقول لك عليهم مدربين شباب. بص هقول لك على حاجه، اصل دي برضو فيها يعني فيها مش عايز اقول فيها اجحاف شويه، ما انت ممكن النهارده هقول لك اثنين مدربين في سنه كل نادي يعني. ماشي تمام بس اللي انا عايز اقوله مثلا، لو انا النهارده قدمت استقالتي من نادي ومشيت، هو ده اللي ما يشغلش في نادي تاني، انما النهارده نفرض النهارده في مدرب مش موفق والنادي مشاه، او مدرب على خلاف مع اداره والنادي مشاه، هو ذنبه ايه انه يقعد بقيه الموسم؟ نادي كل اثنين مدربين، بالظبط، تجربتين، او المدرب يبقى له تجربتين في نفس الدرجه وفي نفس الموسم. لا ما هو كابتن، لو مدرب يا كابتن، ما هو حضرتك لو مدرب، ما ممكن نادي عين 15 واحد، ممكن، ما هو في انديه عين الثلاثه واربعه، انا بتكلم ان النادي واثنين مدربين خلاص ممكن يعمل ايه يا كابتن؟ بس ما انت برضه هتوصل لمرحله يا عمر، ان انت افرض النهارده انا جبت اثنين والاثنين مش موفقين، خلاص يا كابتن، انا يعني انا حضرتك دلوقتي، ما انت بتحاول تنقذ، اصل هي بص كابتن عمر، هي ما هي هي مشكله، خلي بالك، انا مش ضد اللي انت بتقول. طيب يا كابتن، مشكله حضرتك، انا عارف بتفكر فيها يا كابتن، بتفكر في المدرب نفسه، ان هو والنادي لو حظه وحش، طب ما في لجنه كوره وهم اللي بيختاروا، طب ما يختار يا كابتن ناس يكون عندهم اولا ثقه فيهم ان هم يديهم، اصل كابتن قرار زي ده يخلي رئيس النادي مفيش الكلام ده بيتمهل. لا لا يا عمر، مفيش حد بيجيب حد. اسمع بس، انا طبعا يا كابتن، ما انا مفيش حد بيجيب حد عشان هو مقتنع، وحتى اللي بيجيبه وهو مقتنع بيه لو النتائج لخبطت معاه هيمشيه. طيب مش ممكن قرار زي ده يخليه كده يتريث شويه كده ويتمهل؟ طيب ولو الدنيا واقفه خالص، هو يبقى انت برضه يجيب واحد تاني، يمشيه ويجيب الماسك، ما انا هقول لك على حاجه، اللي ماسك فريق الشباب، انا هقول لك على حاجه، انت النهارده لو النتائج، انت النهارده معلش، احنا عندنا مشكله هنا في مصر، انا بكلمك بمنتهى الصراحه، هل انت النهارده بتقيمني كمدرب على شغلي وعلى عملي وعلى شكل فريقي في الملعب، ولا بتقيمني على نتائجي؟ على حسب مجلس الاداره، يعني لا. مثلا دجله بيقيم المدير الفني على حسب الاداء مش النتائج، النتائج في الاول كانت وحشه جدا، لحد ما في الاخر الراجل المدير الفني تاكيسا جونياس قدر يوصل للفريق في نهايه الموسم لنتيجه والاداء تمام، لكن يا كابتن في رؤساء مجلس اداره، لكن النتيجه عندي مهمه، انا مش مهم. طيب عندي، طيب ما ده انا بسالك عليه، ما انا بقول لحضرتك بنسبه 90% نتيجه. بص يا عمر، نمره واحد في حته الاختيار بتاع المدرب او الصبر على المدرب، لا انا بكلمك صح، أنا نمره واحد ان انت كاداره تبقى محدد الهدف بتاعك ايه، ده نمره واحد. يعني انا مثلا بستعجب يعني بتعجب كده لما بقعد ابص الاقي انديه جايبه مدربين اجانب، وهو في الاخر كل هدفه في الحياه مش في الدوري، هدفه في الحياه انه يقعد في الدوري. طب انت، ما انت جايب مدرب اجنبي تعمل بيه ايه؟ ده حاجه. الحاجة التانية، أنت النهاردة بتجيب مدرب أجنبي، هل أنت النهاردة بتجيب مدرب أجنبي عشان هو قوي؟ عشان هو أعلى من المدربين المصريين اللي عندك؟ ولا أنت بتجيب مدرب على قد فلوسك؟ طب في حاجة ثالثة، بجيب مدرب عشان يبقى اسمي عندي مدرب أجنبي. طيب ما أنا بقول لك، وفي الآخر بتختار مين؟ بتختار اللي على قد فلوسك، ما بترش. إحنا لحد النهاردة، لحد يومنا هذا، من ساعة ما المدربين الأجانب دخلوا مصر إلى الحد اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها ده، أنت ما جبتش حد من المدربين العالميين. ممكن تستثني بس مارتينيول. ممكن تستثني كان في مدرب في الزمالك اللي هو الاسكتلندي ده من سنتين مش فاكر، ماشي صح تمام، اثنين على مدار تاريخ الكوره مدربين الاجانب اللي اشتغلوا في مصر. فانت في الاخر حتى اما بتجيب حد، الكلام ده كان زمان مقبول وكان منطقي، لان كان الـ 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 الاطلاع والمعرفه والدراسه والكلام ده كان صعب، ما كانش سهل زي دلوقتي. انت النهارده عندك مدربين مصريين
لا بيسافروا بره وبيعملوا معايشات وبيعملوا دراسات لا وبيعملوا دراسات وبيطلعوا على كل حاجة. الدنيا بقت مفتوحة بقت أسهل، فبقى عندك اوريدي مدربين مصريين إلى حد كبير قريبين جدا، إن كان فيهم ناس يفوقوا المدربين الأجانب اللي أنت بتجيبهم هنا. والمثال حضرتك كنت موجود في الدوري يعني السعودي ومسكت. لا سيبك مني أنا، معلش يا كابتن. لا أنا بكلمك، بس أنا بتكلم بجد يا كابتن عمرو. أنا معاك بس أنا بكلم سيب يعني خرجني أنا دلوقتي عشان أنا قاعد معاك تمام. أنا بكلمك على الناس اللي اشتغلت في الدوري الممتاز تمام. هل النهارده مش في مدربين مصريين أكفأ من المدربين الأجانب اللي بيجوا؟ حقيقي. هل أنت النهارده عندك شك إن معظم المدربين الأجانب اللي بيجوا هنا، معلش مع احترامي الكامل ليهم، مدربين نص نص، مش هقول لك لا هقول عليه وحش ولا هقول عليه كويس، بس انت النهارده لا النهارده ولا كمان 20 سنه ولا كمان 100 سنه هتقدر تجيب مدرب من المدربين اللي هم بتوع الدرجه الاولى. طب يا كابتن، هل هو مش بيجي علشان خاطر العامل المادي، ولا مش بيرضى يجي علشان خاطر هو بالنسبه له مصر مش بلد يحقق فيها الطموح اللي بيدور عليه؟ هل ده موجود ولا العامل المادي هو اللي بيكون اكتر في نمره واحد؟ العامل المادي طبعا، لان انت خلاص انت زي ما انت لعيب محترف وصلت لرقم معين او لسعر معين مش هتنزل عنه. المدرب نفس القصه. يعني يا كابتن، ممكن لو في يوم من الايام نادي يتكلم مع مدير فني عالمي وحقق له مطالبه الماديه، ممكن المدير الفني يوافق ولا برضه مين بقى؟ قول لي كده انت المدربين اللي هم الاجانب اللي هم الصف الاول. يعني مثلا يا كابتن هقول لحضرتك على اسم جه في دماغي دلوقتي، ديفيد مويس مثلا. ديفيد مويس قاعد من غير شغل، اللي هو المدير الفني السابق على ما اعتقد، هو قاعد من غير شغل المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد. هل ده لو تم العرض مثلا ان هو ياخد الراتب الشهري بتاعه او الراتب السنه بالخمسة المليون السنين، انا عارف ان هو رقم خزعبلي يعني، بس خلينا بس معلش تمام. يعني لو اتحقق ده او 4 مليون، هل ده ممكن يوافق ان هو يجي مصر ويخوض التجربه، ولا بالنسبه له مصر والوطن العربي صعب ان هو لا يتعايش؟ لا لا ليه ليه ليه، بالعكس، ما انت بتشوف في الدوريات الخليجيه في مدربين كبار جدا بيشتغلوا. بس مش الاسامي السوبر ستار. لا بس في مدربين كبار بيشتغلوا في يعني مثلا لما كنت في الاتحاد لما جد. مشيت لما انا لما طلعت مسكت، كان المفروض ان انا همسك فتره مؤقته. لما الناس كانت بتتفاوض مع مدرب، جابوا بيتوركا ده كان ماسك منتخب رومانيا وواصل بيه، يعني كان فاضل له بالظبط مباراه عشان يوصل امم اوروبا، وكان ماشي في الادوار اللي هي التاهيليه لكاس العالم. ما هوش يعني مدرب، لا مدرب كبير يعني طبعا. فاهم قصدي؟ دياز، لو انت بتتكلم على دياز، لو انت حاط دياز، ما دياز اشتغل في السعوديه. يعني انا مش عايز يعني مش عايز انسى حد، بس لا في مدربين كبار بيشتغلوا في الخليج لان بياخد الراتب اللي هو بياخده بره. عشان كده كابتن ممكن نقول ان اللاعب اللي موجود في منطقه الخليج لا يفضل ان هو يحترف في اوروبا علشان هياخد نفس الفلوس اللي بياخدها في دوري الخليج؟ لا، عشان هو مش ملتزم ومش منضبط. طيب هو في اوروبا. طب المادي؟ لا في اوروبا هياخد كتير من اللي هو يعني مثلا بص الرواتب هناك، يعني عموري مثلا لما ياخد 10 مليون يورو مثلا في السنه. لا ده رقم برضو مبالغ فيه. انا فاهم، انا بقول لك ده رقم مبالغ. 2019 طيب تمام. لما لعيب ياخد 5 مليون يورو في السنه. طب انا هسالك انت سؤال. اتفضل. انت عمر ربيع اهو تمام. انا سافر اوروبا وشوف انت بتقول ايه. الفلوس اللي انا سافر شوف أوروبا. انت بتقول ايه. انا قبل ما حضرتك بتسالني اهو تمام. في ناس انا اتعاملت مع الـ مع الـ مع, الـ مع الشخصيات دي ومع العقليات دي. لا العيشه اللي هو عايشها في بلده مش هيقدر يعيشها بره. ما ده اللي بقى اللي كابتن بتكلم عليه يا عمر. انا لما كنت بعمل تمرين الصبح مش حد بيجي. لا الناس بتيجي صراحه. لا الناس بتيجي، بس بتيجي على مضض، بتيجي وهي متضايقه، بتيجي وهي يعني انا بكلمك بصراحه. بره مفيش الكلام ده، بدليل النهارده معلش النهارده كام لاعب خليجي خرج لعب في اوروبا واستمر في اوروبا. سامي الجابر ما استمرش. لا يعني سامي الجابر هو كان السوبر ستار بتاع السعوديه و يعني انت عارف ان السنه اللي فاتت لعب ثلاث ماتشات. طب انا هقول لك على حاجه شكرا يا عمر. السنه اللي فاتت لما كان تركي الشيخ وزير الرياضه عمل ايه؟ كان هو اللي بيطلع اللعيبه للدوري الاسباني علشان يساعد منتخب السعوديه في كاس العالم. طلعهم على حسابه. ما انا عارف دي كانت تجربه مش ناجحه. ايوه ما هو النهارده يا عمر انا النهارده مسؤول في نادي عايزك انا اللي هجري وراك، ولا انت اللي هتيجي بفلوسك تلعب عندي؟ لا المفروض ان انا لو عايزك انا اللي هجري وراك. انت بقى النهارده بعت لي عمر عشان يتمرن معاك عشان يلعب معاك عشان يبقى كويس، وانا اللي بدفع لعمر فلوسه. تعالى يا عمر
انت اهلا وسهلا اتفضل، لعبت ما لعبتش، ما القصه مش كده. كان في تصريح للمدير الفني في احد الفرق الاسبانيه وقال ان انا يعني اتفاجئت ان الاداره بتتعاقد مع اللاعب الفلاني وانا لسه ما اعرفش مستواه ولا اعرف مكان فاضي في القايمه مش هيكلفني هناك فلوس. بره ما فيش قايمه يا مثلا يعني فاهم قصدي، مكان موجود هيجي مش هياخد مكان حد، مش هيكلفني فلوس، مش هيعمل لي ايه المشكله، تعال اتمرن كانه عامل معايشه معايا، كويس كويس مش كويس مش كويس، انا مش خسران حاجه. كابتن عمرو، تجربة السعودية فاتت حضرتك ازاي في مجالك ومشوارك التدريبي؟ شوف يعني انا يعني حظي الكويس ان انا اشتغلت في نادي كبير، نادي جماهيري. انت ممكن تكون بتشتغل في نادي كبير بس مش جماهيري. تمام. نادي الاتحاد نادي من اعرق الانديه في السعوديه واعرق الانديه على مستوى اسيا. جمهور طبعا بيفكرني بجمهور النادي الاهلي هنا بالظبط. طبعا عشق عشق، بص فوق الوصف، فوق ما تتخيل. يعني انا الفترات اللي انا اشتغلت فيها مفيش مباراه الملعب، يعني انا دايما حتى كنت بقول لهم يا جماعه انتوا عندكم ميزه مش موجوده في اي حته للعيبه، فبيبصوا لي طب ايه الميزه؟ اقول لهم يا جماعه انتوا كل ماتشاتكم كانكم بتلعبوها على ملعبكم، كل الجمهور السعوديه وراكم في كل حته. بص يعني تروح تلاعب اي حد في اي حته، لو انديه كبيره تلاقي الملعب مقسوم نصين، يعني مثلا بتلعب الهلال في الرياض لا هتلاقي نص الملعب جمهور الهلال ونص الملعب المسافه دي كلها كابتن بيروحوا، لا غير الناس اللي هم اللي عايشين في الرياض طبعا اللي بيحبوا نادي الاتحاد. تمام. الانديه بقى بتاعت الوسط والمؤخره لما تروح تلعبهم في ملعبهم كل هم بقى كانهم بيلعبوا بره ملعبهم. فبقول لهم انتوا عندكم ميزه مش موجوده في حته، يعني حتى الانديه الكبيره اللي هناك زي الهلال زي النصر زي الاهلي زي الشباب لا لما بيلعب بره بيبقى بيلعب بره ملعبه، لكن النادي الاتحاد بص انت بتلعب الموسم كله على ملعبك بسبب الحضور الجماهيري. فدي فادتني في حته ان انت النهارده لما تشتغل في دوري قوي، لما تشتغل تحت ضغط جماهيري، انت النهارده بتتكلم في اقل حاجه 30 40 الف متفرج، احنا ما كنا بنلعب في الجوهره ده 60 الف متفرج، مفيش مكان تقف فيه مش تقعد فيه. فانت لما تشتغل في المستوى ده وتشتغل في الضغوط دي والحمد لله تنجح يبقى انت الحمد لله ماشي كويس. لكن يا كابتن افاد حضرتك على مستوى الخبرات في مشوارك التدريبي مش طبعا طبعا انا مر عليا مواقف، يعني انا مر عليا مواقف لو يعني لو الواحد ما عرفش يتعامل معاها لا كان هيبقى في حته تانية خالص. يعني هو ده يعني دي الاستفاده اللي انا استفدتها. في فرق ان انت النهارده تكون بتشتغل في دوري قوي ومفيش ضغوط. بص يا عمر انا مقتنع بحاجه، سيبك من الضغوط بتاعه الاداره، اكبر ضغط على المدرب وعلى اللعيب في الملعب والماتش شغال الضغوط الجماهيريه. طبعا يا كابتن لو انت عرفت تتعامل مع المدرب واللعيبه يا كابتن طبعا طبعا اللعيب برضو بينزل عايز يطلع احسن حاجه عنده. بس كابتن انا بحس ان المدرب عليه ضغوطات اكتر من اللاعب، علشان لو الفريق خسر المدير الفني سبب دلوقتي، لكن دلوقتي اللعيب هو عنصر من احد العناصر. تمام. بس برضو انت كلاعب بتبقى نازل عايز النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي نقطه مهمه جدا. انما انا بقول لك انا جربتها في البيت. طيب بالظبط. انما انت النهارده لما توصل للمرحله انك تعرف تتعامل مع مع الضغوط دي وتعرف تكون هادي وتعرف تفكر، ما تفكرش زيك زي المشجع ولا زيك زي الاداري ولا ولا ولا، انا شايف ان دي حاجه فادتني بطريقه كبيره جدا. ان انا النهارده بقى عندي يعني لما بلعب انا مباريات من غير جمهور انا ببقى الموضوع بالنسبه لي سهل وبسيط، مفيش ضغوط. انما حته انك تتعامل مع ضغوط 40,000 50,000 60,000، وبعدين خلي بالك الملاعب في السعوديه مش زي هنا، الملاعب في السعوديه زي اوروبا طبعا يا كابتن. لا يعني قصدي مفيش اسوار، انت ما بينك وما بين انت ما بينك وما بين الجمهور 5 متر 10، هتسمع كل حاجه وهتبقى لو انت مركز مع الناس اللي بره دي وسايب الدنيا دي هتبقى مشكله. دي حاجه انا استفدت منها كويس جدا، حتى ما بيني وما بين نفسي عرفت انا وصلت لحد فين، ايه الليفل اللي انا وصلت له، ايه انا ممكن اتعامل ايه. ما انت ممكن تنجح مع فريق صغير اللي هو زي ما بنشوف بتنزل تقفل وبتنزل تدافع فتتعادل مع فريق كبير تبقى انت عملت نتيجه ما حصلتش. انما انت وانت بتمرن فريق كبير مع الـ مع الـ مع الكم الجمهور اللي انا بحكي لك انت نازل عايز تكسب. لما يبقى انا عندي مباراتين ثلاثه ببقى متاخر فيهم وخسران وبطلع الشوط الاول خسران وبعرف الحمد لله اتعامل بهدوء وافكر واعمل تغييرات تقلب نتيجه المباراه، ما كل دي خبرات وكل دي استفادات. يعني انا دايما اقول اصعب حاجه في الكوره الرجوع للمباراه، انك تبقى متاخر تتعادل وتكسب، دي اصعب حاجه في الكوره. اسهل
سوري اصعب بكتير من انك تنزل تضغط على فرقه وتكسب وتجيب واحد واثنين وثلاثه وتريح الماتش وتخلص. وحته الرجوع للمباراه دي انا شايف ان دي حاجه صعبه جدا، يعني عايزه هدوء من الدكه بره، وعايزه لعيبه على مستوى عالي جدا 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 في الملعب. مش اي حد يقدر يرجع للمباراه تاني طبعا يا كابتن. فدي حاجه من الحاجات اللي انا استفدت بيها كويس، انك تعرف تشتغل تحت ضغط، لان الكره كلها ضغط. طب يا كابتن، هل في اختلاف ما بين الشغل مع الفريق الاول وشغل مع قطاع الناشئين او الشباب زي فريق 99 حضرتك ماسكه دلوقتي؟ هل في اختلاف وهل في صعوبات؟ هل ده ليه صعوباته وليه السيستم بتاعه في التعامل كحمل بدني وكتعامل مع عقليات ناضجه؟ حضرتك تتعامل مع لعيبه كبيره في السن وبالتالي الموضوع اسهل، ولا الشق الثاني اللي هو شق من فريق الشباب زي مواليد 99 بالنسبه ان هم العقليات صغيره وان هم لسه بياخدوا خبرات ما لعبوش لسه فريق اول، هل يا كابتن بيكون في فارق، ولا اللي بيعرف يمسك فريق اول بيعرف يمسك شباب، ولا اللي بيعرف يمسك شباب بيعرف يمسك فريق اول؟ لا، انا وجهه نظري انت كل ما السن بيكبر وكل ما المستوى بيكبر انت مهمتك بتبقى مش عايز اقول اسهل، بس بتبقى ابسط شويه في اسهل التعامل. في ايه واصعب في ايه؟ اسهل في التعامل، ابسط في توصيل المعلومه، يعني اسهل وابسط في اللاعب نفسه في تقبل المعلومه او تقبل التمرين. حته الاحمال اللي انت اتكلمت فيها دي مهمه جدا. لا، كل مرحله سنيه في الحته اللي تحت دي ليها طبعا شغل بدني خاص. الصغيرين يا كابتن بيتعبوك في ايه؟ الصغيرين بقى انت بتعلم في جزء كبير تعليمي، في جزء كبير تحفيز، مع ان دلوقتي بقى حتى معظم المدربين على مستوى العالم بقوا يحفظوا الفرق، حتى الفرق اللي هي الدرجه الاولى طبعا، يعني فاهم قصدي؟ ما بقاش فيه اللعب اللي هو الكره دلوقتي بقى لها تقريبا ممكن نقول 10 سنين بقت بصمه المدرب واضحه على الفريق اكتر من اللعيبه. يعني من فتره طويله كده، من مثلا ممكن تقول من 20 سنه كانت اللعيبه في لعيبه كتير في الملعب تعمل فارق. دلوقتي انت ما عندكش النوعيه دي من اللعيبه، ده على مستوى العالم خلي بالك. يعني لو استثنيت حد زي ميسي، حد زي رونالدو، حد هازارد، مش يعني هتلاقيهم معدودين على الصواب. بقيه اللعيبه يعني انت لو تقعد تتفرج حتى على اكبر فرق في اوروبا هتلاقي واحد اتنين هم اللي بيصنعوا الفرق، وبقيه الفرقه بتلعب بسيستم، بتلعب بنظام. عشان كده بقول لك دلوقتي دور المدرب بقى اكبر، دور المدرب بقى اصعب، لان انت بتواجه طرق دفاعيه كتير، حتى لو انت فريق بطوله بتهاجم بقى عندك النهارده لازم تحفظ اللعيبه بتاعتك اكتر من شكل هجومي واكتر من طريقه لعب في الملعب، وده موجود يمكن هنا اكتر ما موجود بره. يعني انا بره ملاحظ ان السيستم غالب على الفرق اللي موجوده في اوروبا، يعني بتلاقي المدير الفني من اول يوم في فتره الاعداد لحد ما المسابقه بتخلص، مش هقول لك بتبدا، هو بيشتغل بسيستم واحد. التغييرات اللي بتتعمل بتبقى تغييرات نمطيه، تغييرات تقليديه مركز بمركز، لانه عايز يحافظ على الشكل وعايز يحافظ على طريقه اللعب. نادرا لما هتلاقي مدرب من بره بيشيل مثلا واحد من نص الملعب ويلاعب مهاجم، بيشيل مش عارف مدافع ويلاعب واحد، يعني الحاجات دي مش هتلاقيها موجوده في اوروبا كتير، لان الناس شغاله بسيستم. هنا وفي مدربين بره بيعملوا القصه دي، يعني مثلا جوارديولا انت لو متابع معاه هتلاقيه بيعمل القصه دي. محدش متابع جوارديولا ازاي؟ يعني هتلاقيه بيعمل القصه دي، هو اللي عنده الحته دي، امتى يلعب باثنين محاور، امتى يلعب بواحد، حسب لان هو من مدرسه المدربين اللي هو حاطط الفرق اللي قدامه تحت ضغط على طول، ففي اوقات كتير ما بيبقاش محتاج عدد مدافعين كتير في الملعب. وده يعني ده بيتوقف حسب نتيجه المباراه. المباراة ماشية وفي مكسب مريح خلاص انا بحافظ على السيستم بتاعي، المباراة نتيجة مش تعادل او انا خسران او لا، بتلاقي تغييرات في شكل اللعب وفي طريقة اللعب وفي شكل التيم نفسه. انما معظم المدربين الاجانب لا، هتلاقي القصة اللي انا بقول لك عليها دي، السيستم اللي انا بشتغل عليه من اول يوم لحد ما الموسم بيخلص. كابتن عمرو انور، بينه وبين نفسه بصراحة، هل حضرتك شايف نادي الاهلي محتاج ايه من المراكز؟ وعلى الاساس ده كابتن عمرو بيحاول ان هو يوجد لعيبه مميزه ممكن الفريق الاول يحتاجها في وقت من الاوقات، لكن لما يطلعوا يكونوا على قدر المسؤوليه. يعني مثلا النادي الاهلي حضرتك عارف بينك وبين نفسك اكيد ما حدش عايل حضرتك، بس ممكن تكون عارف الاهلي عنده مشكله مثلا في مركز اكس، مركز واي، مركز زد، فبينك وبين حضرتك بتحاول انك تجهز لعيب بمواصفات النادي الاهلي بيدور عليها، علشان لما يطلع
يحصل ساتسفاكشن ما بينه، او يحصل يعني عايز اقول لحضرتك اقناع ما بين الجهاز الفني وبين اللاعب، هل ده حضرتك بيحصل بينك وبين نفسك يا كابتن؟ بيحصل ايه عشان بين حضرتك وبينك وبين نفسك يعني؟ من غير ما حد يقول لحضرتك. لا لا بص، خلي بالك كلنا شغالين في الحته اللي تحت دي عشان نخدم الفريق الاول. تمام. فمجرد ان انت بيبقى عندك لعيب مميز يعني انا حتى انا الموسم اللي فات لما اشتغلت من الدور الثاني، يعني اشتغلت يمكن 15 مباراه او 16 مباراه، كان في تواصل على طول مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وكان بيجي يتفرج، وكان بيجيب حتى معاه سيباستيان، كان بيجي يتفرج على المباريات بناء على الاتصالات اللي ما بينه وما بينه، وبناء على الترشيحات اللي ما بينه وما بينه. فانت النهارده مثلا في واحد زي عربي بدر، ما هو ده الناس كانت بتيجي تتفرج عليه وشافته، ما بقولش ان انا اللي صعدته، صح، مش يعني دي مش معنى كده ان انا صعدت، لا، بس انا قصدي اقول لك ان لو ما فيش ربط ما بيننا وما بين الدرجه الاولى، ما حدش هيشوف حد زي عربي. في حد زي محمد عبد المنعم دلوقتي هو موجود مع الفريق الاول من فتره الاعداد اللي هي قبل التوقف اللي هو بتاع امم افريقيا، يعني من ساعه احنا ما خلصنا الدوري بتاعنا وهو مع الفريق الاول. فده يعني دي حاجه انا شايفها حاجه مهمه جدا، التواصل والافكار اللي انت بتقولها للمسؤول بتاع الفريق الاول، لما يبقى في مدرب عنده قناعه ان هو ممكن يشوف حد من تحت، او هو ممكن يشوف لعيبه من تحت، او ممكن يساعد لعيبه من تحت، بتلاقي الاهتمام اللي انا قلت لك عليه اللي انا شفته في الفتره اللي انا اشتغلتها الموسم اللي فات. اتمنى ان شاء الله الجهاز